المشروع اللي غادي نعطيه ان شاء الله باش يكون في انطلاقه ديال اليوم هو اعاده بناء منشاه فنيه على وادي مسوم بين النقطه الكيلومتريه 0.2 على الطريق الجويه 511. كما كتشوفوا في الخريطه هنا في المشروع اللي بعد 350 متر فقط على البدايه ديال الطريق، دوك الطريق الجويه مهمه في اقليم جرسي في اقليم الدريوش. وكذلك حكمي محمد المدير الاقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بقرسيف. اليوم اشرف السيد عامل اقليم قرسيف مرفوقا بالسيد المدير المركزي للدراسات والبحث والتطوير الطرقي والسيد المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بجهه الشرق، على اعطاء انطلاقه اشغال بناء قنطره على واد مسون المتواجده بين النقطه الكيلومتريه 0.350 على الطريق الجهويه 511. الطريق اللي كتربط ما بين اقليمين قرسيف واقليم الدريوش، وكذلك مدخل لاقليم قرسيف على طريق السياره. هذه المنشاه الهدف منها هو حذف واحد النقطه ديال القطع المتكرره اللي كتعرفها هذه النقطه، غادي كذلك تساهم في تحسين السلامه الطرقيه في هذا المقطع الطرقي، وكذلك غادي ترفع من مستوى الخدمه لو نيفو دو سيرفيس اللي كتعطيه هذه الطريق. هذه الكلفه ديال المشروع هذا تقريبا 18.6 مليون درهم، ممولة تمويلا كليا من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في إطار برنامج بناء قناطر ديال الوزارة. ستشرف عليها الشركة الوطنية للشركة المغربية للقناطر، والتتبع ديالو غادي يكون من طرف فريق من المهندسين والتقنيين ديال المديرية الإقليمية للجهاز بكرسيف، وكذلك مختبر للدراسات ومكتب مراقبه طبوغرافيه. المده ديال الانجاز ديال المشروع هي 15 شهر ان شاء الله، تبدا من يومه الى ان شاء الله 2022. ان شاء الله كنطمحوا باش ننجزوا هذا المشروع هذا في اقرب الاجل ونخرجوه للوجود. في الاخير كنبغي نهني الساكنه ديال كرسيف بهذا المشروع هذا، وكنتمنى انه يخرج للوجود في اقرب وقت ان شاء الله. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.